سيناريوهات فظيعة جدا. طبعا دي كانت وسيلة، قال لك هما بقى عايزين يحلوا المشكلة بحيث يعني ما يبقاش ليها منفذ يعني. ففي واحد تاني قال لهم ايه؟ قال لهم احنا كمان هنعمل حاجة، الراوتنج بروتوكولز يبقى ليها هالو وديد تايمر. يعني ايه هالو وديد تايمر؟ قال لك يعني المفروض كل راوتر، الراوتر ده المفروض كان يعرف ان ده وقع. ليه؟ المفروض كان يبعت له دايما مسج كل فترة زمنية معينة يقول له ازيك هالو، كل 5 ثواني مثلا. ولو ما ردش بعد 15 ثانية يبقى ده الديد تايمر بتاعه. حقيقة فكرة منطقية جدا. تخيل ان انت داخل على واحد صاحبك وبتقول له ازيك هلو كيف حالك شلونك اي حاجة وما ردش عليك، هتقول له يا عم ازيك، ما ردش برضه عليك، استنيت 5 دقايق تالتة مش زيك مش راضي يرد، ده مات بقى، ده نروح نجيب الاسعاف بقى، ده مات، ده ديد، واخد بالك؟ فهي دي الفكره، دي فكره الهالو والديد عموما. ساعات برضو احيانا بنسمي الهالو والديد كيب لايف مسج، بس يعني المصطلح ده بيستخدم في بعض الاشياء بس ده سيم يعني. هالو والديد تايمر، طبعا انت تقدر تلعب في التايمرز ديت. كل راوتنج بروتوكول من اللي اتكلمنا عليهم له توقيتاته الخاصه، يعني في راوتنج بروتوكول بيستخدم 5 ثواني في الهالو، في واحد تاني بيستخدم 15 ثانية في الهالو وهكذا. والحقيقة كل الأرقام دي احنا ممكن نغيرها، والحقيقة إن على حسب التوبولوجي اللي احنا بنربط الراوترات دي مربوطة بيها بيبقى في ليها التايم بتاعها. يعني لو شفنا مثلا الـ OSPF هنلاقيه لما نتعمق فيه يعني، بس مش في الكورس دوت، في أي كورسات أخرى ممكن تشوفوا كورسات الأخ محمد سمير على عرب هاردوير دوت نت، هتلاقوا مشروح أو في طريقه إن هو يشرحها في كورس سي سي إن إيه، هنعرف ان لا ده في توبولوجيز معينه بيبقى ليها. يعني مثلا اديكم مثال توبولوجي الوان مثلا، سي ان الراوتر ده والراوتر ده ما بينهم هنا وان تكنولوجي، يعني وكان الراوتر ده والراوتر ده مش موجودين في نفس المبنى، لا ده موجود في مدينه وده موجود في مدينه. طبعا عشان ابعت له هالو مسج كل 5 ثواني ده وقت صغير قوي، ممكن ما يلحقش يعني ما يلحقش توصله عبال ما يرد والكلام ده، انا ممكن افتكره ديد، فقال لك زود الوقت شويه، ما تبقاش كده يعني ايه عمال تقول له هلو كل 5 ثواني، خليها كل ربع ساعه، سوري كل ربع دقيقه يعني. مهم، جه واحد تاني قال لك احنا هنعمل كمان قصه تانية حلوه قوي، ده كل ده عشان نحل الراوتنج لوب. قال لك احنا نعمل ماكسيموم كاونت هوب. ايه الماكسيموم كاونت هوب؟ قال لك يعني المفروض الراوتر لما يطلع، لما الباكت تطلع منه يبقى ليها حاجه زي التايم تو ليف كده اللي كنا بنشوفه في عالم الهيدرز بتاع التي سي بي اي بي. طب ايه التايم تو ليف ده؟ هو نفس بنفس المعنى، كام راوتر ممكن اعدي عليه وبعد كده افترض ان هذه الباكت ليس لها هدف وبالتالي محتاجين نعمل لها ديسكاردنج ونعمل لها ترمينيشن كده ولكنها موجوده وننفيها خالص. قال لك والله يا دي فكره كويسه، لان فعلا ممكن يبقى في باكت طالعه، ودي على الانترنت بنستخدمها جدا يعني، بتبقى موجوده ان باكت طالعه من نيويورك رايحه لواحد في مصر، والباكت دي عماله تطلع من راوتر راحت للندن، راوترات في لندن راحت لاوتونوموس سيستم تاني، عماله تلف بقى عماله تعدي على راوترات يعني، ومش لاقي بقى كل راوتر فيه راوتنج لوب، فبالتالي مفيش ايه، مش قادره توصل للهدف بتاعها. طب وبعدين هتبقى عامله ده كمان استهلاك للباند ويدز ملوش لازمه خالص ومشاكل كتيره قوي يعني في مفهوم النت. فقال لك لا، هي طالعه وهي عارفه ان ما يعني عشان اوصل للديستنيشن بتاعي ماكسيموم بتاعي مثلا 15 راوتر، اكتر من كده يبقى انا ايه، ما ينفعش. هنا بقى كانت نقطه حلوه قوي عايز اكلمكم فيها وننهي الفيديو بتاعنا ده. الريب الماكسيموم بتاعه 15 كاونت هوب، اي اي جي ار بي 244 كاونت هوب. طب ده يديك انديكيشن او استنتاج معين يبقى عندك كده او ان ايه، ان يعني مين الافضل؟ على فكره اللي تحت الافضل. ليه؟ خليني الاول اوريكم حاجه. احنا هنا انت بتقول لي الريب 15 هوب، يعني معناها لو عندي راوتر 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 راوتر
متصلين كلهم على خط مستقيم كده، تمام، لغايه ما نوصل ل 16. الباكت طلعت من هنا، الكاونت هوب بتاعها ب 14 13 12 11 لغايه ما هيوصل للراوتر هنا زيرو. الراوتر ده ما يقدرش يبعت الباكت لراوتر اخر حتى لو كان موجود. ليه؟ لان تجاوزنا الماكسيموم كاونت هوب بتاعنا. ده كده خلى يبقى في حدود في الديزاين بتاع الريب، الاسكابيليتي او القدره على التوسع ما بقتش موجوده. ما اقدرش اقول ان انا ممكن استخدم الريب بروتوكول كبروتوكول يقدر الانترنت سيرفيس بروفايدر مثلا يستخدمه، ما ينفعش. ليه؟ لعده اسباب من ضمنها الاسكابيليتي. الاي اي جي ار بي لما قلت احسن من الريب في النقطه ديت، الاسكابيليتي فيه اوسع. ده ممكن يبقى عندي 244 راوتر في خط مستقيم. ممكن على فكره انا اديت هنا مثال كان ممكن يبقوا خمس راوترات بس الباكت عماله تلف 15 14 13 12 10 عماله تلف في دايره مفرغه، بس مش مفرغه لان هتوصل لنقطه تبقى الكاونت بتاعتها صفر فهيحصل ترمينيشن للباكت. دي كانت بكل بساطه الجزئيات اللي انا كنت عايز اكمل بيها البار 2 من مديول 11. اشوفكم ان شاء الله في مديول 12 اللي هيبقى لذيذ جدا من الاشياء الجديده اللي اتضافت. هنتكلم فيه على خمس مصطلحات تقريبا، كل مصطلح كده هندردش فيه شويه كده على قد ما هو مطلوب مننا يعني. ده هيبقى مديول 12 يعني. بعد كده هيبقى فاضل لنا تو مديول 13 و14، واحد ترابل شوتنج للنتورك بنختم بيه، والتاني هيبقى او اللي هو يعني 13 يعني اللي قبل الترابل شوتنج هيبقى بيتكلم على شويه تولز هاردوير سوفت وير يعني حاجات كده بنتكلم عليها ممكن تنفعنا في شغل النتورك يعني. ونبقى خلصنا المنهج تماما في 2009. اعتقد ان يعني هيبقى في بريك كده بالنسبه لي لان هبقى مشغول بالدراسه لمده 10 ايام بس ما بين الفيديو 12 والفيديو 13 يعني. ان شاء الله لو فيديو 12 ده نازل قريب برده مع 11 كده، وبعد كده هيبقى فاضل لنا تو مديول 13 و14. هستنى بس 10 ايام او اسبوعين ونرجع نكملهم على طول الاثنين ورا بعض عشان نخلص يعني. يعني مش هنخش 2000 يعني، مش هنخش السنه الجديده وتبقوا انتم مش مخلصين الكورس ده، ما تقلقوش خالص. احتمال كبير اساسا قبل نص شهر ديسمبر نبقى احنا مخلصين الكورس ده يعني. ان شاء الله باذن الله تعالى. اشوفكم على خير وبالتوفيق دايما.